الهيراركال اركيتكتشر الثالث اللي بدنا نحكي عنه اللي هو اللايرد اركيتكتشر. في اللايرد اركيتكتشر السيستم بيكون مقسم الى لايرز مرتبين في هيراركي، فيها بيكون هاير لايرز ولور لايرز. كل لاير بتكون من مجموعه من الكلاسز المتعلقه ببعض واللي بتكون انكابسوليتد جوات باكج او جوات ديبلويمنت كومبوننت، او بيكون اللاير مكون من مجموعه من الروتينز او من السب روتينز اللي بتكون بلايبراري او هيدر فايل. كل لاير له وظيفه معينه في السيستم، بس يجي ريكوست للاير معين، فلنفرض اللاير i بلس 1، بخلي اللاير i بلس 1 يستدعي السيرفيسز اللي بتقدمها اللاير اللي تحته مباشره اللي هو اللاير i عن طريق الانترفيس تبعت i. هلا اذا التاسك كومبليتد الريسبونس بيرجع لللاير i بلس 1، اذا لسه ما خلصت اللاير i بضل يستدعي السيرفيسز من اللاير اللي تحته i-1 وهكذا. الانترفيس تبعت كل لاير بتخفي كل الديتيلد امبلمنتيشن تبعت هذا اللاير، وبتخفي الانترفيسز تبعت اللايرز اللي تحته. الريكوست من الهاير لاير لللور لاير يتم عن طريق ميثود انفوكيشن، والريسبونس من اللور لاير للهاير بيرجع عن طريق الريتيرن. في البيور لايرد هايراركي كل لاير بتقدم سيرفيس لللاير اللي فوقيها مباشرة فقط، وبيطلب سيرفيس من اللاير اللي تحتها مباشرة فقط. في بعض الحالات الخاصة ممكن يصير عندنا بريدج كونكشن، بحيث انه اللاير يطلب سيرفيس من اللاير اللي تحته باكثر من ليفل، وممكن يصير عندنا بريدج كونكشن بحيث انه اللور لاير يطلب سيرفيسز من الأبر لاير، هاي في حالات خاصة. هاي الرسمة بتوضح partial layered architecture لبزنس سيستم. السوليد لاينز بتدل على اتجاه السيرفيس ريكوست، عشان هيك بتكون من الهاير لاير إلى اللور لاير، والداشد لاينز بتدل على الريسبونس باث، عشان هيك بتكون من اللور لاير إلى الهاير لاير. في هذا الاركيتكتشر عادة اللور لايرز بتوفر وظائف محددة لليوتيليتي سيرفيسز الرئيسية، مثل الانبوت اوتبوت سيرفيسز والترانزاكشن سيرفيسز والسكيدجولينج والسكيورتي سيرفيسز. الميدل لايرز بتوفر وظائف متعلقة بالدومين مثل البيزنس لوجيك والكور بروسيسنج. الأبر لايرز بتوفر abstract functionality على شكل user interfaces مثل الكوماند لاين انترفيس الانتربريتر والجرافيكال يوزر انترفيس. السمبل سوفت وير سيستم قد يتكون من 2 لايرز فقط، الانتراكشن لاير والبروسيسنج لاير. الانتراكشن لاير بتزود الكلاينتس بيوزر انترفيس، بتاخذ منهم الريكوست تعملهم فاليديت، وبتمرر الريكوست الى البروسيسنج لاير حتى تتم معالجتها، وبعدين بس ترجع لها الريزلت بتعمل ريسبوند للكلاينت. البروسيسنج لاير بيستقبل الريكوست اللي مررتها الها الانتراكشن لاير، بتعمل بزنس لوجيك بروسيسنج، وبتعمل اكسس على الداتابيز، وبترجع الريزلت للابر لاير، وبتترك الابر لاير هو اللي يعمل ريسبوند للكلاينت لانه عند الانترفيس. مثل ما احنا شايفين هون فصلنا البروسيسنج عند البرزنتيشن، كل وظيفة أو كل ريسبونسبيليتي فيهم صارت بلاير لحال. الموديولز اللي مرتبطة مع بعض وبتأدي بروسيسنج سيرفيسز حطيتها بلاير، والموديولز اللي مرتبطة مع بعض وبتأدي برزنتيشن سيرفيسز حطيتها بلاير تاني، معناته صار في عندي ديكابلينج. التو لايرز بتواصلوا مع بعض فقط عن طريق الانترفيسز، يعني أي تغيير على البروسيسنج ما رح يأثر على البرزنتيشن طالما الانترفيسز مش متغيرة. كل لاير ممكن أحطه بكمبوننت فورمات. بهذا المثال حطيت كل لاير والكلاسز اللي مرتبطة فيه في كمبوننت اللي مثلته هون بلوجيكال باكيج. كل لاير أو كل كمبوننت بيكون انكابسوليتد
خلف انترفيس. كل لاير بيكون له تو انترفيسز، الاب انترفيس واللو انترفيس. الاب انترفيس بتقدم سيرفيسز للابر لاير، واللي بالنسبة للكومبوننت بشكل عام بسموها البروفايد انترفيس. واللو انترفيس بتحتاج او بتعمل ريكوست لسيرفيسز من اللور لاير، واللي بالنسبة للكومبوننت بشكل عام بسموها الريكوست انترفيس. في هذا الاكزامبل عندنا 4 لايرز. التوب لاير عبارة عن اليوزر انترفيس لاير، واللي وراه اليوتيليتي لاير، واللي وراه الكور سيرفيسز لاير، واللي وراه فيه الكلاسز اللي بتدعم الكور. كل لاير بيتلقى الدعم عشان يؤدي السيرفيسز اللي مطلوبة منه من اللاير اللي تحته مباشرة، اللي بتكون عاملة implement للانترفيس، وبالتحديد اللو انترفيس تبعت اللاير اللي فوقها عشان تزوده بالسيرفيسز اللي مطلوبة لما يعمل request، وكمان من الريليتد كلاسز اللي معه بنفس اللاير. مثل ما احنا شايفين في فصل للresponsibilities بين الأبر واللور لايرز، وفي decoupling بين اللايرز أو الكومبوننتس، لأنه ما حدا بيقدر يفوت على الكود تاع الكومبوننت إلا فقط يستخدم السيرفيسز اللي بتأديها عن طريق الانترفيس. وبالتالي أي تغيير على اللور ليفل ما رح يأثر على الأبر طالما الانترفيس ما صار عليها تغيير. في عنا كتير موديلز في الكمبيوتر ساينس تم تصميمها باستخدام اللايرد أركيتكتشر، مثل الايزو او اس اي 7 لايرز موديل اللي هو الاوبن سيستم انتركونكشن، اللي بيوصف كيف تو كمبيوتر سيستمز بدهم يتواصلوا مع بعض عن طريق نتورك من خلال 7 لايرز، اللي هم من فوق لتحت او من الهايست ليفل اوف ابستراكشن الى اللوست ليفل اوف ابستراكشن، الابلكيشن، البرزنتيشن، السيشن، الترانسبيرنت، النتورك، الداتا لينك والفيزيكال. زي ما احنا شايفين بالرسمه، كل upper layer بيطلب services من lower layer اللي بده يزود upper layer بهاي services. تطبيق آخر على layered architecture اللي هو web services model، مثل swap protocol اللي هو اختصار ل simple open access protocol، اللي هو عبارة عن XML based protocol for accessing web services، اللي بتكون من 4 layers اللي هم من فوق لتحت السواب، الـ XML، الـ HTML والـ TCP/IP. بهذا البروتوكول الكلاينت اللي بده ويب سيرفيس معينة من السيرفر بيبعت ريكوست بسواب مسج فورمات للويب سيرفيس اللي موجودة بسيرفر معين، وبستقبل من هاي الويب سيرفيس ريسبونس مسج بسواب فورمات عن طريق زوج من البروتوكول ستاك، واحد جهة الكلاينت وواحد جهة السيرفر. في هذا اللايرد اركيتكتشر السواب بيحتاج سبورت من الـ XML والـ HTML بروتوكولز، والـ XML والـ HTML بياخدوا سيرفيسز من الـ TCP/IP بروتوكول، بينما الـ TCP/IP بيتحكم بالكوميونيكيشن عبر الإنترنت. الـ Applicability أو وين يمكن استخدام اللايرد اركيتكتشر. أولاً، اللايرد أركيتكتشر يمكن استخدامه في السيستم اللي ممكن نقسمه إلى Application Specific Portions و Platform Specific Portions. Application Specific Portions أجزاء بتكون خاصة بالApplication، والPlatform Specific Portions أجزاء بتكون خاصة بالPlatform اللي بده يشتغل عليها هذا الApplication. واللي بهاي السيستم الPlatform Specific Portions بقدموا Services للApplication Specific Portions. ثانياً، اللايرد اركيتكتشر يمكن استخدامه في الابلكيشن اللي يمكن تقسيمها الى كور سيرفيسز، كريتيكال سيرفيسز، ويوزر انترفيس سيرفيسز. ثالثا، في الابلكيشنز اللي فيها عدد من الكلاسز اللي مرتبطه مع بعضها، بقدر اعمل جروبنج لهاي الكلاسز في باكج بتادي سيرفيس لغيرها. البروس او البينيفيتس لللايرد اركيتكتشر. باللايرد اركيتكتشر سهل اني اطور السيستم انكريمنتالي بناء على الـ increasing levels of abstraction، بالتالي بقدر اني انا اطور layer layer. ثانيا، بحسن من الـ independence. الـ upper layer ما بيعتمد بشكل كبير على الـ lower layer، لانه اي تغيير على الـ lower layer ما رح يأثر على الـ upper layer طالما ما صار اي تغيير على الـ interfaces. ثالثا، الـ flexibility عالية،
بقدر أبدل وأعمل ريوز لللايرز. مثلاً لو كان في layered system بيستخدم web browser interface، بقدر ببساطة أبدله بuser interface بدون ما يأثر على layers الثانية مثل business logic والdata access، وذلك بسبب الفصل بين الانترفيس والimplementation تبعها، خاصة اللو انترفيس اللي الimplementation تبعها بيكون في layer آخر تحتها. وكمان في layer اللي بالنص ممكن أبدل أي layer implementation بimplementation تاني طالما ما تغيرت الانترفيس. يمكن تطبيق layered architecture على الكومبوننت بيست تكنولوجي بحيث انه بيصير علي سهل اني اشيل كومبوننت واحط كومبوننت تاني مكانه. كل layer ممكن اعتباره virtual machine او abstract machine بتغطي details تبعت layers اللي تحتها، بحيث انه بقدر احط فوقيها layer تاني، بمعنى اني اعمل deployment له independently بدون ما اغير على layers اللي تحتها، واللي راح نحكي عنه بالسكشن اللي وراه. الconsequences أو limitations للlayered architecture. أولاً الruntime performance أقل، لأنه أي request أو response بده يمر خلال عدة layers. كمان في عندي overhead ناتج عن الداتا marshalling and buffering بكل layer. المارشيلينج معناته هون إنه أحول الداتا اللي بتيجي من layer معين إلى format بيقبله layer الثاني. ثانياً في layered architecture عادة بيكون في مشكلة في الexception والerror handling، لأنه أي مشكلة في layer معين رح تنجر لللايرز اللي فوقيها اللي بتعمل كول لهذا اللاير.